بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أمامكم شجرة السمسم، وأمامكم أيضا مناظر لهذا النحل الذي يقتات عليها صباحا. هذه الشجرة لها فوائد عظيمة، يستخدم أيضا زيتها في الطبخ. النحل دائما أجده صباحا على هذه الشجيرة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذه الشجرة كما ذكرت لكم أنها ذات نتاج طيب أو زيت رائع جدا، يستخدم في الطبخ ويستخدم كدهان ويستخدم كعلاج أيضا. له فوائد خاصة أيام البرد عندما يحصل يكثر الزكام. السمسم استخدامه على الحنجرة وعلى الرأس، وأيضا استخدامه كشرب ملعقة منه عند التهاب الحلق مفيد للغاية. أيضا عندما يكون هناك آلام في الرأس، دهن الرأس بزيت السمسم له فوائد كثيرة جدا. له فوائد أيضا، يعني يستخدم كتدليك لمناطق التي تعرضت لكدمات أو التواء، فهو ثمر يكثر في المنطقة الجنوبية، ولا أعلم هل يكثر أيضا في مناطق غيرها، لكن حسب علمي أنه في المنطقة الجنوبية بشكل كثير جدا في المملكة، خاصة في منطقة جازان، وهناك معاصر خاصة بالسمسم في هذه المنطقة الجنوبية. أنا شخصيا أفضل زيتها دائما مع الفول، فهو لذيذ الطعم وأفضل عندي من زيت الزيتون طعما. وأيضا أستخدمه أثناء الطبخ، خاصة مع السمك أو عند قلي السمك، وأيضا عند طبخ الأرز. هذا الثمر يخرج منه حبيبات السمسم في هذه الصورة، شاهدوها، سبحان الله. وهو الذي في الصورة أمامكم الآن، زيت السمسم. أنا وضعت لكم الآن زيت السمسم، وأنا أجلبه من مناطق شعبية تعصر السمسم على الطبيعة، تراه أمامك عن طريق معصرة الجمل، وسوف ترون إن شاء الله مقطعا لعملية العصر. أمامكم الآن معصرة السمسم. معصرة السمسم يقودها هذا الجمل المعصوب العينين. سألته عن سبب أن تغطية عيني الجمل، فقال
حتى لا يصابوا بالدوخة أو يدوخ ثم يطيح. وأيضا يقول يظن أنه ماشي أو مسافر في مكة متجه في جهة واحدة وهو في الحقيقة يدور. أنا أخذت من عنده ما شاء الله من هذا السمسم، الذي يعصر هكذا ثم بعد ذلك يصفى. سبحان الله، من أجود أنواع السمسم وأفضلها. وإذا أردت معرفة جودة السمسم من عدمه أو الجيد من المغشوش، فضع كمية منه في الثلاجة، فإذا أصبح متجمدا فهو مغشوش. والصورة التي أمامكم هي لنوعية السمسم الأصلي الغير مغشوش، السمسم المستخرج من معصرة الجمل الشعبية. الحقيقة أنا دائما أخذ السمسم أو زيت السمسم من مثل هذه المعاصر، كما رأيتم في الفيديو السابق، وهذه صورته أمامكم. وحتى تعرف الزيت السمسم الأصلي من المغشوش، ضع مثل هذه الكمية في الثلاجة، فإن تجمد فهو زيت مغشوش وليس بزيت السمسم الأصلي. أخيرا، إن أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة، وكذلك تشغيل جرس التنبيه. أخيرا، أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتفعيل جرس التنبيه، والله يحفظكم.